أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. وهذا يقول: اضطربت في هذه الآونة الأخيرة أفكار كثير من الشباب، ودب فيهم الاختلاف والتحزب، وأصبحنا نسمع تصنيفات كثيرة مثل فلان إخواني وفلان تبليغي وفلان سروري وفلان جامي، وما هو الحق في هذه التصنيفات؟ وهل التصنيف ممنوع مطلقا وهو من الاختلاف؟ التصنيف الذي يقصد به التنفير وإلقاء الشحنة والعداوة هذا لا يجوز، أما التصنيف الذي يقصد به بيان المخطئ من المصيب ومن هو على المنهج الصحيح ممن هو ليس على منهج صحيح، يراد به رجوع المخطئ إلى الصواب، فهذا مطلوب، هذا مطلوب. الناس ليسوا على حد سواء، الناس منهم الكافر ومنهم المنافق ومنهم الفاسق ومنهم العاصي ومنهم المؤمن، والمؤمنون منهم المؤمن الكامل الإيمان ومنهم المؤمن ناقص الإيمان، الناس ليسوا على درجة واحدة. وإذا كان القصد بيان الحق وبيان الخطأ من الصواب فهذا مطلوب، أما إذا كان القصد إلقاء العداوة بين شباب المسلمين وبين المسلمين فهذا أمر لا يجوز، وهذا من عمل الشيطان وأعوان الشيطان. نعم. ومن هو على المنهج الصحيح ممن هو ليس على منهج صحيح،